يا صباح الخير او مساء الخير يا علويزكم، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. احنا في اخر 10 ايام في رمضان يا علويه. طبعا كل سنه وانتم طيبين، والعيد داخل علينا خلاص. وخلاص يا علويه، تقريبا العشر الاواخر بتاع رمضان طبعا بيبقى فيهم ليله القدر طبعا، فيا رب كده تحققوا كل اللي بتتمنوه في ليله القدر ان شاء الله جميعا يعني. فالنهارده علويه الجد شلبي موجود، وكمان الجد شلبي هناك. ازيك يا جدو؟ والله علويه شايفينه في الشباك هناك، جدو شلبي. طيب جدو شلبي بيعمل ايه ابو علي النهارده في بروك هيفن؟ عشان اقول لكم بصراحه خليها مفاجاه احسن. اوكي علويه، طبعا حركات وزعبله اكيد سيبوني وراح للجد شلبي. انتوا عارفين ليه حركات وزعبله بيروح للجد شلبي؟ عشان مسابقات الجد شلبي والتحديات بتاعته بتبقى بروبوكس علويه، وانتوا عارفين ان حركات الفرخه بيحب الروبوكس جدا. فمهمتي دلوقتي ان انا انزل طبعا وما اتاخرش على الجد شلبي، ونشوف التحدي الجامد اللي هو محضره لنا. يلا بينا، ليتس جو بسرعه. خلينا نروح. يلا بالي ادخل بسرعه، جد شلبي انا اتاخرت بس جيت. جد شلبي لا هو ده بالي عامل الملابس الجديده كداوت. ايوه دي حركات الفرخه، شايف الملابس الجديده؟ ليتس جو. ايه ده زعبولة يا خياره؟ واد زعبولة اللبس بتاعك حلو برضه، اللون الاخضر ده. هو ده بالي، صنعت ملابس جديده عشان تتباع بقى بالي واكسب روبوكس كتير واشتري اللي نفسي فيه كله بالروبوكس. انا جاي العب التحدي بتاع الجد شلبي عشان يكون معاه روبوكس ابو علي. واو، يعني انت عامل ملابس جديده وانا ملابس جديده، وحركات الفرخه ملابسه قديمه. انت وين انت؟ انا اشيل اللبس بتاعكو واحط عليه صوره الفرخه وابيعه. تسرق اللبس بتاعه وتحط عليه صوره الفرخه؟ انت وقت اوعى تعمل كده، اللبس بتاعي ما يتحطش عليه صوره فراخ ابدا. لا احط عليه صوره فراخ. قلت لك مش هتتحط صوره الفراخ دي. لا احطها. وانا بقول لك نو احط فراخ. بقول لك قولي بولي انت واد النوب، انت التيشيرت بتاع مكتوب عليه ابو علي ما ينفعش تحط عليه صوره فراخ، مفهوم؟ لا هينفع. ايه يعني مش ابو علي يتحول لفاخه شلبوكا؟ شلبوكا يا جدو شلبي. تعالى بص يا جدو شلبي بسرعه. صباح الخير يا اولاد، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، بمناسبه العيد اللي خلاص على الابواب. وانت طيب يا جدو شلبي. على فكره يا جدو انت وحشتنا يا جدو، وكمان العلويه كمان. انا جيت مخصوص عشان اسلم عليكم واسلم على العلويه كلهم، انا بحبهم كلهم وكل سنه وهم طيبين. وانت طيب؟ الحق علويه، الجد شلبي صنع بدله جديده. طبعا يا ابو علي، انا كنت مختفي الفتره اللي فاتت دي في ان انا بصنع بدل جديده كتير. او ماي جاد، الجد شلبي صنع بدله جديده، وانا صنعت لبس جديد، وكمان زعبولة صنع لبس جديد، وحركات الفرخه لبسه قديم بالفراخ بتاعته القديمه. انت واد بش ولا بش لسه اللبس بتاعكم كله شلبوكا؟ انا اشيل البدله دي واحطها على صوره فرخه. نعم يا اخويا، تسرق البدله بتاعتي وتحط عليها صوره فرخه؟ انت واد حرامي، اوعى تعمل كده. الفرخه دي تتحط على التيشيرتات بتاعتك انت بس، مفهوم؟ جدو شلبي سيب لي حركات ابن خالتي، انا فاهمه. جدو ارجع انت كده. جدو ايون انت ما تتكلمش مع حركات النوب ده، انت وادي غبي، انت ما تعرفش ان احنا في رمضان. ايوه بقى يعني ماشي بقى، اعمل لك ايه بجد؟ يا ابني انت بتقول عايز تسرق اللبس بتاع جدو شلبي تحط عليه سيره الفرخه، احنا في رمضان يا ابني، السرقه حرام. خلاص بعد يا مدان عشان تشتي بقى واحط عليه سيره الفرخه، وكمان بدل شلبوكا. قولي بولي الواد المجنون ده، هو عايز يسرق وخلاص في رمضان او مش في رمضان؟ انت واد النوب، بص لو سرقت التيشيرتات والله بص حركات العلاق. قال لي بقى هو انتوا تبيعوا التيشيرتات كده اوي وتكسبوا بالبوكس وانا مش عليكم ولا ايه؟ اسمع واد. اولاد اسمعوني انتوا، بمناسبه الروبوكس في تحدي النهارده، والتحدي هو هيكون مين صاحب احسن محل العاب. اللي هيطور المحل بتاعه ويخليه محل مناسب جدا للالعاب هيكسب 100,000 روبوكس، فاهمين؟ وات 100,000 روبوكس؟ او ماي جاد 100,000 روبوكس علويا على محل العاب ولا حركات؟ تتحداني؟ تمام يا حبيبي، ابسولوتلي اتحداك. تمام بتتحداني؟ ماشي يا حركات. زعبولة انت جاهز؟ ابو علي انا بص اخلي محل العاب ده بتاعي، بص مبشور وكل حاجه فيه جامده جدا. يا سلام. اوكي جدو شلبي التحدي هيكون فين؟ هيكون هنا في بروك هيفن. هيكون في بروك هيفن. هولي مولي، التحدي دلوقتي بقى صعب يا اصحابي، انا افتكرت التحدي في مابا تانية، لكن التحدي هيكون في بروك هيفن. هتعمل الفرقة دلوقتي. وانا مالي، انا مش بشكل كده مش هنسحب سحوبة بالتحدي، ده مش هعمل حاجة في بروك هيفن. اعمل بقى محل العاب في بروك هيفن، ممكن كمان اخد اني محل علوي، اخد اني محل، خليني افكر كده بس. روش المحل بتاعي جدو شلبي، المحلات اللي احنا هناخدها تبقى اني اولاد دي بتاعتي انا اللي اختار لكم المحلات ولازم توافقوا عليها. تعالوا ورايا حالا.
طب طب بجد مش هلا بلزقوا، يلا بينا نختار محلات الالعاب. يلا اوكي على زي ما انتم شايفين دلوقتي راكبين عربيه الجد الشلبي، اكبر عربيه علويه قديمه موجوده في بروك هيفن. يا اولاد المكان ده هيكون فيه محل زعبولا. المكان ده الملجا قصدك يا جدو؟ ايوه طبعا زعبولا، انت هتاخد الدور الثاني تعمله محل العاب. ابولا مع نفسك جدو شلبي الظلم ده يا جدو، الزمن تاخد الدور الثاني. يلا زعبولا يا دوب هيعمل الدور التاني محل العاب، مش عارف هيعمله ازاي. إيه طب وانا حركات يا جدو؟ بالي انت الحركات هتكون وين؟ هنكون عند الاركيد. ليتس جو حركات الفرخة. انزل انا اللي اخد المحل ده كله كله كله. يلا وانا تمشي تعبايا. لا بره مع نفسك فرخة. إيه الجد شلبي اختار لنا المكان ده يا دوب انت. وانا مالي انا مش هاخد المحل كله، انت مش هاخد حتة الشغلونة دي. إيه انت بتحدد، انت بتفكر نفسك بتقطع جاتو؟ طب يا حركات الفرخة انا مكاني فين طيب؟ اه هناك الناحية التانية مش هنا. يعني انا اخد الجهازين دول وانت تاخد كله ده يا ابني؟ طبعا طبعا انا ممكن اخد منك كمان جهاز. اوه تاخد واحد انت كمان باصص لي في الجهازين؟ ايوه يا حبيبي. يا اولاد ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ حركات. إيه كلم الجد الشلبي حركات الفرخه. لا مش لبوكا. إيه جد الشلبي بص الوقت حركات، عاوز اخد المحل كله يا جدو. ابو علي انت اللي تاخد المحل الدور الارضي، حركات انت مكانك في الدور الثاني. لا 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 الزوم ده اول، وانا مالي اكون محل الدقان كله، وانا اروح في مكان اول. حركات انت محلك في الدور الثاني فوق، اطلع اعملوا محل العاب حالا، وكمان معاكم بس يا اولاد 24 ساعة عشان التحدي ده يخلص، لكن ابو علي معاه 3 ايام. جوم والله جوم كداون، اشمعنى بالي ياخد 3 ايام كداون وانا اخد ماشي 88 ساعة؟ مولي مولي حركات 24 ساعة وزعبول 24 ساعة، اشمعنى انا 3 ايام؟ مع ان المحل بتاعي جاهز اصلا محل العاب علوية، انا اكتر واحد المحل بتاعي مناسب. جدو شلب انا بحبك جدا. بالي انت تاخد 3 ايام عشان تظبط المحل بتاعك، عشان المحل بتاعك اصعب محل، ودلوقتي التحدي بتاعكم بدا. مع السلامة يا اولاد. سلامة جدو شلبي. أوه هو جدو شلبي مركز معانا على اللوية؟ المحل بتاع صعب محل، انا محلي اصلا مناسب كله. انجوم داون ولا مش شلبك اديلك وقت كتير وانا انتوا بتخبوا. يلا واد الفرخ امشي بدنا امشي بدل ما ارش ميه. يلا النوب. اوكي على واد دلوقتي محلي هعمل فيه اصلا هو جاهز، في العاب وفي اجهزه كتير. ازاي حركات 24 ساعه وزعبول 24 ساعه وانا 3 ايام؟ مش فاهم بصراحه ليه جدي شلب ادالي وقت كتير، مع ان بصوا الالعاب بتاعتي كلها جاهزه. ليتس جو على واد. اوكي دلوقتي خليني ابص على اللوية اشغل الالعاب كلها واجهزها. اوكي وهنا طبعا المكنه دي برضو بالزرار بتاعها، وكل مكنه ليها ايه ده؟ هو ايه الزرار ده؟ او ماي جاد اشمعنى المكنه دي اللي لها زرار احمر؟ اه والله جهاز الاركيد هو اللي له زرار احمر. جهاز الاركيد ده ملوش، الجهاز ده ملوش، ده ملوش، اشمعنى الزرار ده؟ اللوية دي اكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا مكاني دلوقتي هتدوسوا على الزرار ولا لا؟ خلينا نفكر كده بمعلي. يب خلاص انتوا كتبتوا في الكومنتات دوس ابو علي واحنا معاك. اوكي اوكي خلينا اقرب كده عشان ادوس على الزرار. يلا علوية 3 2 1. والله خايف انا مش عارف الزرار ده ممكن يفجر المحل، عشان كده الجد شلب ادالي 3 ايام. طب خلينا ادوس كده بسرعه. ايه ده؟ هولي مولي انا فين؟ اوه هو دي ساعه؟ يب يب ساعه. اوكي انا محبوس ولا ايه؟ والله تقريبا محبوس. انا محبوس فين؟ وازاي اصلا قدرت اجي هنا؟ اوكي بروك هيفن بروك هيفن. يب يب افتح الشباك وعلي هتنزل لبروك هيفن. انا مسجون تقريبا. انا فين يا علوية؟ ده السرير اللي كنت نام عليه ولا ايه؟ او ماي جاد ده صورتي صورة ابو علي. والله ابو علي انت وحشتني جدا يا ابو علي. انا كنت بقول ايه يا علوية؟ الاباشورة دي شكلها حلو. مين ده علوية ده؟ ابو علي مش معقولة ده ابو علي. ابو علي اتحول لقطة. قطة؟ ازاي ابو علي اتحول لقطة؟ قولي مولي انا كنت انسان في بروك هيفن، ازاي اتحولت لقطة؟ اوكي اوكي هو ده صوت بطني؟ والله في صوت، انا سامع صوت. وبعدين ايه الشقة اللي انا فيها دي؟ الباب مقفول وانا حرامي ولا انا صاحبي؟ واو الحمام ده مفيش مراية عشان اشوف شكلي انا سحلية ولا قطة ولا ايه بالظبط؟ اوكي اوكي اطلع ابو علي. ايه ده؟ هو ده باب الشقة؟ طب طب ثانية بس اكتشف الشقة الأول. في هنا باب؟ او ماي جاد في هنا لابتوب بحطه بقى عندي على واقف محل الالعاب عشان يبقى محل احسن من حركات الزعبوله، وكمان اخد الجيتار. او ماي جاد انا صوت بطني بيسوسو. اوكي اوكي يعني يجي هنا ايه ده؟ هو القط ده صاحب الشقه ولا ايه يا علويه؟ ومعقول القط ده يكون انا؟ والله مش عارف. اوكي احنا عندنا هنا التلفزيون، في تلفزيون يا علويه وريموت. اوكي الحاجات دي ممكن نستخدمها في محل الالعاب والله.
او ماي جاد عندنا مطبخ. طب انا جعان بطني بتصوصو. افتح التلاجة. الو فاضيه حركتك على كل ولا واو في اكل بسرعه اشرب عليه عشان جعان. الهانجري بوتس على الواي فوق اتعمل اتملى والله. بصوا اتملى فوق. ليتس جو دلوقتي عوضنا الاكل. اوكي خلينا نبص على الشارع بتاعنا. ايه ده ناس في بشر بشر. أوه. هو اللاعبين بتاع بروك هيفن او روبلوكس اتعملوا كده ليه؟ استنى 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 انا عايز انزل تحت على اللوحه عشان اكتشف كل حاجه بنفسي. اوكي ده باب الشقه يا رب يفتح. يا رب فتح. ليتس جو. 231 233 واحنا في اوتيل. ليتس جو. خلي ده على اللوحه ادخل عند الجيران اخد من عندهم اي حاجه احطها في المحل. الو الباب مقفول. اوكي اوكي الجيران الثانيه اكيد دول فاتحين الباب. مقفول كله مقفول كده. ماي جاد على اللوية ما ينفعش ادخل. طيب ماشي هننزل بقى تحت كده ونحاول نشوف على اللوية اي حاجة. ليتس جو ده المكان بتاعنا بسرعة. في بوابة هناك بس دي مقفولة ولا ايه؟ مقفولة ولا مفتوحة؟ والله مش عارف. دي شكلها مفتوحة. بسرعة 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 علي. ايه ده انا بني ادم على اللوية ليه ايد والله وانا بجري. بصوا في ايد. اوكي ازيكم يا ناس انتوا عاملين ايه؟ انتوا اتحولتوا كده ليه؟ او ماي جاد الاندرتيكر ده ولا ايه على اللوية؟ الشرطة الشرطة ازيك الشرطة والله مش عارف انا جيت ازاي. الناس شكلها قديم كده ليه على اللوية؟ المكان ده والله شكله قديم. او ماي جاد الناس عاملة كده ليه؟ تقريبا كده على اللوية والله الناس متغيرة كده رجعت 100 سنة لورا. اوكي في الحركات وفي الواد زعبولة وفي العيال والله مش عارف حاجة فين. ازيك يا شيكابالا؟ شيكابالا ازيك يا شيكابالا؟ عاملة شيكو يا ابني رد عليا. ده مفيش خالص مش قادر يرد. ايه ده ده في ظهره شاكوش شعرك منكوش يا شيكابالا والله. ايه ده نسيت وعدك شعر شيكابالا. ازاي شعرك منكوش؟ اوكي اوكي ايه المدينه دي؟ اكيد لازم اكتشف المدينه دي كلها. او ماي جاد. طيب ده بيبيع ايه؟ بيبيع اكل. اوكي انا دلوقتي مش جعان. لو الاكل اللي معايا فوق خلص. ايه ده ثانيه. الو ابو علي مكتوب اسمي ومكتوب اوبن. ايه ده معقوله ده محل الالعاب بتاعي؟ ليتس جو ده محل الالعاب بتاع الثانيه. الو واحنا لو خدنا البوستر ده ينفع نحطه على الحيطه؟ ليتس جو حطيناه. او ماي جاد ده على كميه الزباله. اوكي في مقشه في مقشه. يلا ابو علي خلينا نكنس كل الحاجات دي بسرعه بسرعه بسرعه. اوكي انا فهمت دلوقتي المفروض ان في زباين هتيجي محل الالعاب على اللوية. ليتس جو والله فهمت كل حاجه دلوقتي. طبعا على اللوية عايزكم تنزلوا في الكومنتات بقى تكتبوا بسرعه لو انا بقى كنست المحل ده هيجي لي زباين ولا لا. اللي واثق في ابو علي طبعا هيجي لي زباين كتير ولا مش واثق في ابو علي اجي اكتب لابو علي يا نوب مش هيجي لك ولا اسبوع. وهنشوف على اللوية بقى هيجي ولا لا انا بصراحه مش عارف. اوكي هنشوف مع بعض خلينا نكنس بس كل حاجه. او ماي جاد ايه ده كله؟ انتوا كنتوا قلبين المحل مقلب زباله ولا؟ الو المقشه المقشه راحت. بسم الله الرحمن الرحيم. الو المقشه بتتحرك دي مقشه سحريه بتاعت توم وجيري دي ولا ايه؟ اوكي ايه ده؟ ثانيه هو ايه ده على الو؟ ما ينفعش ادخل هنا؟ ده مقفول تقريبا لازم نشتري المكان ده او نفتحه او نوصل لليفل معين عشان نقدر نفتح المكان. فهمت فهمت. اوكي انا فهمت دلوقتي ليه علويه جدي شلبي قال لي يا ابو علي انت لازم تاخد 3 ايام عشان تخلص التحدي عشان التحدي بتاعي صعب. جدي شلبي طبعا كان عارف وواثق بحاجه زي دي. او ماي جاد ده جدي شلبي عشان كده حركاته زعبوله. التحدي بتاعهم اسهل. التحدي بتاعهم بس علويه 24 ساعه. انا التحدي بتاعي 3 ايام. بصوا البيتزا موجوده فين؟ على الكرسي بتاعي عند الكمبيوتر. اوكي اركب بقى المقشه هنا اسكوع المقشه السحريه دي علويه. وعندنا كمبيوتر خلينا نستخدمه. بسم الله شغال ده ولا لا؟ اوكي استخدمته. ليتس جو. اوه ماي جاد فتحنا الكمبيوتر بتاعنا. اوريك ايه ده الكمبيوتر بتاعي من سنه 45. ايه ده علويه كمبيوتر من 320 سنه. اوه ماي جاد في حاجات كتير في نت والله ممكن نستخدم حاجات ونشتري حاجات من على النت. اوكي عندنا تكييف لو الجو حر طبعا. اوه ماي جاد درجه الحراره 25 فوق ايه علويه. طيب انا محتاج دلوقتي اركيد. ليتس جو هنجيب اركيد طبعا عشان الزباين تيجي لنا علويه. دلوقتي انا اشتريت جهازين اركيد. اوكي دلوقتي هنكتشف كل حاجة. في عندنا كمبيوتر والله كمبيوترات كتير. بصوا ب 5000. اوه ماي جاد حاجات كتير. وفي كرسي جيمنج ليتس جو ب 2100 2200. وفي مراوح لو الجو حر بس انا هستخدم تكييفات طبعا. وفي عندنا بلاي ستيشن يا حبيبي وسماعة كمبيوتر وكيبورد وماوس ده كل حاجة ولابتوب كمان وكمان شاشات وايه تاني وترابيزات للكمبيوتر. ليتس جو وتلفزيونات. واو ده انا افتح قهوه ولا ايه؟ كل الحاجات دي. اوكي طيب في ايه تاني عندنا ممكن نستخدمه؟ ايه ده؟ ده الستور بتاعي ممكن يكون ده. الحاجه العلويه كيتشن
الو خلينا نشتري الكيتشن. وايه ده كمان مش عارف؟ ثانيه ثانيه انا اشتريت حاجات كتير كده. في هنا جيمز العاب. الحقوا جي تي ايه، جي تي ايه علويه الحقوا. خلينا اشتريها وكمان اشتري اللعبه دي. ثانيه، هو دلوقتي علويه الحاجات اللي انا بشتريها من هنا من على النت بتروح فين؟ اوكي انا عايز اجرب. ثواني 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 يا كابتن. قوم كده. اوه اوه ايه الخشبه دي؟ عامل بيها الخشبه دي علويه. وده بيبيع الحاجات. اوكي طيب ماشي ماشي. الحاجات اللي انا اشتريتها بتيجي فين او بتوصل لي فين؟ معقوله هي دي؟ خلينا نروح هنا. مش هي مش هي. ايه ده؟ وايه الكراتين دي؟ اه هنا هنا الكارجو اريا. اوكي بتوصل لي علويه. افتح يا حبيبي، حط الاركيد. الاركيد ده بقى للزباين هتلعب عليه، وهنشوف علويه الزباين هتيجي بقى ولا لا. اوكي حط الاركيد ابو علي. يب حطيت الاركيد. اوكي دلوقتي علويه تقريبا المحل بتاعي مقفول. ايوه مقفول. عايزين نعمله يب ليتس جو اوبن كده. اوبن علويه عشان الناس لما تشوف كده مكتوب اوبن ومكتوب هنا اوبن يجوا بقى على طول. اوكي حط بقى كده ابو علي. ابو علي انت بترص المحل ولا بتكسره؟ اوكي دلوقتي علويه هنحطه هنا. يب كده عندنا جهازين اركيد ومستنيين الزباين. زباين مش شرط لو سمحت. اوه ماي جاد في زباين كتير. ايه ده علويه الحقوا الراجل اللي بيبيع حاجات، بيبيع شاشه وبيبيع كرسي وبيبيع منظف وبيبيع بلاي ستيشن. ليتس جو والله ممكن اشتري من الراجل ده. ازيك كابتن اسعارك حلوه احسن من الموقع ولا ايه؟ ها قول لي لو عندك تخفيض اجيلك. ماشي بس ثواني ثواني علويه خلينا نروح المحل بتاعها الاول. واو عندنا زبون عندنا زبون. اوكي اوكي انا بقى عايز اشتري علويه دلوقتي. والمطبخ المطبخ بتاعي. اوكي عندنا مطبخ. طب علو انا عايز اشتري دلوقتي كمبيوتر. المهم بتاعتنا ان احنا نجيب كمبيوتر عشان نخليه محل العاب فعلا حقيقي. ليتس جو. عشان نجيب كمبيوتر طبعا هنشتري الكمبيوتر قطعه قطعه. ثانيه ثانيه علو الحقوا، شفت واحد وانا قاعد على الكمبيوتر شبه الحرامي. والله شفت واحد شبه الحرامي. اوكي اوكي هنا هنا. اوه 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 حرامي ده ولا علو اللي عارف الراجل ده؟ يمسك تبلي في الكمبيوتر بيبص عليا بيبص عليا. ده حرامي علو شكله عايز يسرق المحل بتاعي. اوعى يا نوب انت تسرقني. والله دي مشية حرامية. الشرطة فين الشرطة؟ الشرطة في واحد حرامي والله علوي. بصوا اوكي الشرطة تعالوا امسكوه حرامي نصاب. اوكي خلينا ندخل المحل بتاع الانسة بتلعب عندي هنا. اوكي دلوقتي هنشتري الكمبيوتر بتاعي. انا عرفت علوي في حرامي تقريبا بيجي يسرق مني الحاجات، لازم اخد بالي كويس جدا. اوكي دلوقتي هنطلع فوق عشان اجيب اهم حاجة وهي الكيس. ليتس جو الكيس علوي. هنشتري الكيس ب 5000 غالية جدا. انا ممكن اشتري كيس رخيصة علوية، يعني كيسة تكون ب 1400 مثلا دي، بس دي شكلها مش حلو. خلينا نجيب اغلى حاجة ابو علي 5000. ليتس جو. دلوقتي نجيب كمان كرسي، بس هنجيب بقى كرسي كرسي نوب عشان معيش فلوس اصلا. اوكي بص علوية اشتري له كرسي عامل ازاي. ودلوقتي كمان سماعة طبعا عشان نسمعوا صوت الالعاب وهما بيلعبوا روبلوكس والالعاب دي. اوكي دلوقتي كيبورد، هنجيب الكيبورد ده عشان رخيص ب 250. وهنجيب لهم ماوس كده خربان يكون الكليكات بتاعته معلقه. ايوه انا ب 199 جنيه ده. يب عشان ما يعرفوش يلعبوا ويموتوا كل شويه ويقولوا ايه محل الالعاب الدوب ده. لا 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 مش عايزهم يقولوا كده بصراحه. هو هنا في تقييم يعني ممكن الزباين تقيمني؟ مش عارف بصراحه. في هنا ترابيزه. اوكي في ترابيزه، نشتري الترابيزه على ايه كده. اشتري كل حاجه دلوقتي بقى ممكن نشوف تقييم. ايوه انا ابو علي اهو ماي ستور ابو علي. ليتس جو الحق على ايه. بص في حد قايمني كتب لي ايه؟ اي هاد ا جود تايم. طبعا بيقول لي ان انا اديت وقت ممتع. اوكي دلوقتي هنشوف بقى علي الزباين اللي جايه. يا سلام عليك اتفضل اتفضل. خلينا نجيب بقى علي دلوقتي الكمبيوتر بتاعي. اوكي افتح كده ابو علي. دي الشاشه، شاشه تبوظ ابو علي كده والله، الشاشه تبوظ وتتكسر. اوكي افتح هنا الكيبورد كمان، الكيبورد يتكسر. خلينا نوديهم جوه علي عشان ناخدهم حاجه حاجه. افتح كده ابو علي. طبعا المكان ده مش هينفع. دخلت انا فهمت، انا اشتريت المكان من الكمبيوتر والله. فهمت فهمت ليتس جو. الكمبيوتر هو اللي بيفتح لي الاماكن. اوكي دلوقتي انا محتاج بس اجيب الشاشه عشان احطها جوه. ارمي كده الشاشه ابو علي. يب الشاشه باظت، الشاشه باظت. اوكي خلينا نجيب واحده غيرها وبعد كده هنشوف دي ايه. طبعا هنرص الحاجات دي على اللوية كلها، كله ده هيترص وهيبقى زي الفل ان شاء الله. وهنظبط المحل حته حته، ركزوا بس معايا وشوفوا انا هعمل ايه عشان تعرفوا ان المحل بتاع بالي هيكون اجمد محل. عشان كده الجد شلبي كان عارف كل حاجه والله، وجابني هنا وقال لي 3 ايام يا ابو علي، انت معاك 3 ايام عشان تخلص التحدي بتاعك. لكن حركات زعبول 24 ساعه بس. بس يا ترى حركات زعبول عملوا ايه على واقف المحل بتاعهم؟ هنشوف كل حاجه. دلوقتي انا حطيت الترابيزه، هنجيب بقى الكيس بتاعتنا اللي شكلها اسطوري هنا. ليتس جو على الجمدان. وهنجيب الشاشه. اوكي اوكي حط يا حبيبي. وفين الماوز؟ الماوز الماوز. يب الماوز، حط الماوز هنا.
اوكي حطينا الماوس وكمان السماعه، ويا ترى في حد هيجي يلعب عندنا ولا لا علويه؟ مش عارف، خليه بس نحط السماعه هنا. اوكي دلوقتي ناقص لنا الكيبورد، هنجيب الكيبورد علويه. اوكي اوكي نحطه بالشكل ده. يب يا حبيبي، ودلوقتي الكرسي، كرسي احلى كرسي في العالم، كرسي جيمنج علويه، مريح للاعصاب ومريح للضهر، بيريح الضهر، تقعد عليه 45 ساعه ضهرك يتكسر طبعا. ايه ده الكرسي ده متعب جدا علويه، بس مش مشكله يعني هنفتح بيه المحل بتاعنا، نمشي بس بيه شويه كده عبال ما يبقى معانا فلوس. اوكي دلوقتي المفروض يجي لي الزباين تلعب على الكمبيوتر. خلينا نشوف الساعة، تقريبا الليل جه علويه، الساعة دلوقتي 19 يعني تقريبا الساعة 7 بالليل يعني. اوكي طيب زباين، انا محتاج زباين، ليتس جو. الحقوا علي والحقوا، حرامي حرامي، ثانية ثانية ثانية، وبعدين كده ابو علي والله شفته، بص على ركزوا اهو الحرامي النوب اللي هناك ده، بصوا تقريبا بيجي يسرق المحل بتاعي. والله يا علويه تقريبا هيسرق المحل. اوكي انا قاعد هنا على الكمبيوتر، مش 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 الحمد لله الحمد لله، والله لو كانت جلبه حل علويه كنت هضربه. اوكي يا حرام انا جاي اديلك بص على راسك عشان انت حرام. مين ده علويه ابو ضارب ده؟ الو انت مين يا عم انت؟ ده وشه محروق كده ليه؟ انت مين يا كابتن؟ انت معقوله رحت لعبت في محل حركات ما دفعتش فلوس حركات عمل فيك كده؟ شرطه مين ده؟ ماليش دعوه بيه ماليش دعوه بيه، في زباين دخلت؟ اوكي اوكي في واحد بيلعب على الكمبيوتر، لازم كنت بتلعب يا كابتن، بتلعب روبلوكس؟ ايوه يا معلم ده بيلعب برو كيفن علويه، برو كيفن والله نفس الطريق، ليتس جو بيلعب برو كيفن. ايوه شوف الحركات، حركات الزعبله بيعملوا ايه في برو كيفن. اوكي هي علويه نفس الطريق، مش هادي برو كيفن. اوه طيب انت هتدفع كام؟ انا عايز اعرف الراجل ده هيدفع لي كام في الاخر، مش عارف بصراحه هيدفع كام، بس كده انا ابتديت اجمع فلوس، انا معايا 4000 يعني ممكن اشتري علويه حاجات تانيه. اوكي طب المطبخ بتاعنا ده عشان اشغله اقدر اشغله ازاي؟ تقريبا في حد هيشتغل لان ما ينفعش انط. اوكي فهنشوف دلوقتي علويه ازاي هقدر اشغل المطبخ بتاعي. في عندنا هنا ايه ده؟ وركرز اهو علويه، في ناس هنا شغاله، في شيف، شيف ب 800 دولار، فهنطلع كده علويه ونشوف نزل شيف فعلا ولا لا، خلينا بس نتاكد. شيف 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 يا شيف، جزاك يا شيف، بس هيعمل ايه بقى الشيف ده؟ اكيد هيطلب طلبات للزباين دي، فالزباين دي بتطلب حاجات تقريبا، انت ما طلبتش حاجه مش طالب اي حاجه. طيب يا علويه دلوقتي مهمتي ان انا اظبط المكان ده، فخليني الو يا حرام يا نصاب، والله اديلك على راسك اديلك على راسك، سرق سرق حاجه علويه، سرق حاجه والراجل ماشي زعلان، ماشي الزبون من عندي، انت ده نصاب يا حرامي، انت حرام ما عملتلوش حاجة، أنا خبطته خبطة صغيرة بس، استنى يا أبو علي بدل ما الشرطة تيجي تقفل لي المحل، سرقني سرقني النص، إيه ده؟ الواد اتبخر، هو مين علوي اللي شبه البورسجي ده اللي جه سرق الكرتونة من عندي؟ أوكي هو سرق إيه علوي؟ سرق إيه أو من الراجل من عندي؟ سرق الموز الحرامي الحقه، بصوا الموز اللي أنا كنت حاطه أنا سرقه، معقولة الموز بتاعه ضايع من البيت من عنده عشان كده جه يسرقه؟ والله ده قلت لكم حرامي، ده مشيت حرامي يا علويه، الشرطه انا بتسرق الشرطه وانت ماشي كده وخلاص، والله انا شكلي محل هيتقفل والشرطه بتراقبني وجاي لي بلطجه يا علويه، كده نكون وصلنا الفيديو العجب كل فيديو، بس الشرطه انا مش عارف، فكره اشوفكم بكره تجربين، ضربوني يا لهوي يا لهوي، سلام.